ليا كشف الكثير من العلماء بأن المتعافين من فيروس كورونا قد يعانون من آثار صحية ونفسية خطيرة طيلة حياتهم، لكن ما هي هذه المخاطر وكيف نستطيع التخلص منها؟ معنا الدكتور حسام بردان، اختصاص صدرية وأستاذ اختصاص أمراض صدرية في كلية الطب. يسعد صباحك دكتور، وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، مرحبا بكل عم يسمعونا. صباح الخير. بهالتاريخ المميز اليوم ان شاء الله نكون نقدم شيء مميز، 20/10 ان شاء الله هيك يكون، ان شاء الله يكون هيك يوم يوم منيح حلو على الجميع او ذكرى حلوه. 20/10 2020 20/10 20 تمام. يسعد صباحك دكتور. يعني بالبدايه خلينا نحكي نقطه كثير مهمه، كثير اشخاص تصابوا بالكورونا تمام. ولكن بعدهم فاقدين حاسه الذوق والشم، تمام. بعدهم يمكن عم يعانوا من شوي من التعب. خلينا نحكي اولا بعد التعافي بقديش تستمر الاعراض، وخلينا نحكي مع صح انه ما عاد بترجع حاسه الذوق 100%. هلا هي الاعراض اللي يعني في اعراض خلينا نقول هي شائعه تبع المرض، اللي هي الحراره والام المفاصل والسعال الجاف. هي الاعراض هي اللي بنعرفها كلياتنا، هي الاعراض الشائعه. بس في ظهر عندنا اعراض غريبه وارتبطت مع هذا المرض. هلا اهم عرض ارتبط مع هذا الشيء هو فقدان حاسه الشم وفقدان حاسه الذوق، وكنا عم نسمع عنه، شفنا مئات الحالات من هذا الشيء، وشفنا انه نسبه كبيره من اللي راجعونا خلال الشهر السابع والثامن من هذا العام عانوا، يمكن نسبه 20 ل 30% من الاشخاص اللي راجعونا هذا العام عانوا من هذا العرض. طبعا هذا العرض هو رغم انه هو عرض مزعج للاشخاص اللي انصابوا فيه، الا انه ارتبط مع انه الاصابه تكون خفيفه، طبعا. يعني ما نشاهد هذا العرض عند الاصابات الشديده، لحد ما طلع عنده فعلا دراسات عم بتقول انه اللي ظهرت عندهم فقدان هالحواس الشم والذوق اجت اصاباتهم خفيفه، ما صار اصابات رئويه شديده، ما اضطروا يدخلوا على عنايات مشدده يحتاجوا اكسجين. فهو صح انه هالعرض مزعج، الا انه خلينا نقول فيش ناحية إيجابية باللي صار عندهم، إنه ما عمل عندهم مشاكل رئوية تنفسية، ما عمل مشاكل تتعلق بالرئة أو الحاجة إلى الأكسجين. مع المرض مثل ما حضراتكم بتعرفوا هو مرض جديد، يعني لا زال لهلأ ما له سنة، لذلك كل يوم عم نسمع أخبار جديدة عنه، كل يوم عم نسمع أعراض جديدة. هلا سمعنا هلا دراسة بتخوف شوي، هلا هي حتى ما فقدان حاسة النظر والسمع، معقول البصر او فقدان حاسه السمع، هذا الشيء كمان بلشنا نسمع عنه من عده اشهر. بس الشيء صراحه خلينا نقول ما انه سيء كثير، انه هدول الحالات اللي عم تنشر هلا بمجلات بيسموهم كيس ريبورت، يعني هي حالات فرديه، يعني ما انا حالات انها منتشره كثير. خليني بلش مثلا بفقد السمع. هلا في العديد من الفيروسات بعد الاصابه فيها ممكن يصير عندنا فقد سمع حسي عصبي، بعض الفيروسات بغض النظر، وفي حالات، بس طبعا هي الحالات قليله. هلا فيروس كورونا كونه صار في فوكس عليه ودراسه اكثر من غير فيروسات مرقت عبر التاريخ بهالفتره الاخيره، فلا شك انه ممكن نشوف بعض الاختلاطات الغريبه له. هذا سمعنا عنه بعض فقدان حاسه السمع، بس هي حالات متعدده بالعالم وليست حالات شديده. هدول الاشخاص يجب انه اذا شعروا كان عندهم اعراض انتان تنفسي، حراره، وصار عندهم فقدان السمع، هدول يفضل انه يتم علاجهم بالستيرويدات او الكورتيزون، يراجعوا طبيب مختص بامراض الاذنيه لحتى يتم علاجهم بالستيرويدات بفتره باكره لحتى ما يتم فقدان دائم. اذا نحكي كمان بفقدان حاسه البصر، كمان سمعنا تقارير عن حالات بالعالم، الا انه كمان هي الحالات معدوده وليست حالات شديده، وهي كان لها عدة نظريات، انه قد يكون ارتكاس التهابي، لانه الجسم بفيروس كورونا بيرتكس في بعض الحالات بشكل كثير شديد لهذا الفيروس، بيشعر انه هو قدام جسم كثير ضخم فبيتجاوب، بيكون تجاوبه كثير هائل، فبيفرز كمية كبيرة من المواد الالتهابية بنسميهم انترلوكينات، وهي بتدور بالدم، وهي ممكن تعمل ازيات بالاوعية الدموية بالعين او بالشبكية. هي المشاكل اللي تبع العين كمان ممكن تكون مرتبطة بالاصابات الوعائية، لأنه كمان مثل ما سمعنا بالتقرير أنه هذا المرض وكلاتنا صرنا نعرف أنه مرتبط بحدوث الخسارات أو الجلطات، فكمان نسمع عنه أنه ممكن يؤدي لبعض الخسارات ضمن الأوعية بالشبكية أو ضمن أوردة الشبكية، وهذا عمل حالات فقد بصر مفاجئ. كمان هدول الأشخاص يفضل أنه مجرد شعروا بأي عرض حاد من هالأعراض يراجعوا فورا طبيب أمراض العينية، وهؤلاء الأشخاص يتم علاجهم فورا بعد تصوير الشبكية بإعطاء الأدوية المميعة، لأنه ممكن يكون
احد الخشار يساعدك. هلا في اعراض عينيه عامه مرتبطه بالتهاب الملتحمه، هي شائعه بس هي ما بتخوف وبترتبط. هاي قصص ثانيه دكتور. خلينا نحكي بما انه هلا الطقس بلش يبرد، بما انه صرنا بالخريف هلا بدنا نصير كمان بالشتاء، شو العلماء كثير متخوفين من موجه ثانيه للكورونا؟ خلينا نحكي ليش سبب تخوفهم، شو خطوره كورونا بالموجه الثانيه، ونحكي كمان كثير من الاسئله بالشارع السوري عم بيسالوا، طيب الشخص المصاب بكورونا ممكن يصاب بالانفلونزا العاديه والعكس صحيح ولا لا؟ اللي بيصاب بفيروس كورونا ما بيصير معه انفلونزا كمان. هلا مع الاسف هلا اذا بنبلش بالسؤال الثاني، انه نحن ما فينا هلا مع الاسف نحسن نقرر بشكل نهائي انه هذا الشخص الجاي لعنا باعراض انتان تنفسي، اللي عنده حراره، اللي عنده سعاله، اللي عنده الام بجسمه، هل هو فيروس كورونا ولا هو فيروس الانفلونزا ولا هو فيروس الرشح العادي اللي ممكن هذول الفيروسات اللي نحن بنشوفها كل سنه بهذا الوقت بفيروسات. لا يمكن دكتور الشخص يعني انا مصابه مثلا بالكورونا ممكن كمان أصاب بالإنفلونزا العادي بالجريب العادي، الاثنين مع بعض ممكن يصير، ممكن يصيروا الاثنين مع بعض. أكيد أكيد. هلأ هو مذكورة هي الحالة إنه في عهد بسمون كو إنفكشن، يعني إنتان متشارك، وهذا الشيء معروف بعلم الفيروسات وعلم الإنتانات إنه الشخص يصاب بأي إنتان فيروسي هذا الشيء بيؤدي إلى ضعف مناعي، فممكن إنه ياخذ اصابه ثانيه قد تكون فيروسيه او جرثوميه. بس الاشع اذا بنحكي بصراحه انه يصاب بانتان جرثومي اكثر ما انه يترافق الكورونا مع الانفلونزا. بس ممكن خلال موسم الشتاء مثلا واحد 5-6 شهور هدول ممكن يصاب بفيروس كورونا، ممكن يصاب بعد منها بفيروس الانفلونزا، وارد هذا الشيء. هلا انه يصيروا بنفس الوقت كثير مصادفه قد تكون صعبه، بس الكورونا بيكون اقوى من الانفلونزا والجسم اصلا بيكون تعبان، المناعه ممكن تكون مضعفه بس تمام. يعني وارد هي، بس الشيء الوارد اكثر هو انه يصير بعد اصابه بالكورونا او الاصابه بالانفلونزا بيصير انتانات جرثوميه ثانويه، مشان هيك بنلاقي ممكن اشخاص يصير عندهم خاصه الاطفال التهاب اذن وسطى، التهاب بلعوم، التهاب جيوب، حتى التهاب رئوي بجراثيم ثانيه بنسميها جراثيم انتهازيه، يعني بتكون ايامات محموله بالانف، محموله بالبلعوم الانفي، محموله بالجهاز التنفسي، بلحظه من اللحظات تضعف مناعه الجسم نتيجه الاصابه الفيروسيه، فمشان هيك بسموه انتهازيه، بتنتهز الفرصه وبتحاول انها تنزل على الجهاز التنفسي السفلي او على الجيوب، المناطق اللي تهويتها ما كثير منيحه وتعمل انتانات جرثوميه. هلا اذا نحكي بقى ليه نحن متخوفين بصراحه من حدوث هجمه تانية، وهو هل حيصير هجمة تانية؟ لأنه ما في فرق بين الكورونا والإنفلونزا. تمام. هلا نحن ما بنعرف إذا حيصير هجمة تانية، بنتمنى إنه ما يصير هجمة تانية هي بالبداية، بس ما في شيء بيمنع إنه يصير هجمة تانية. السبب كيف نعرف إنه حيصير هجمة تانية؟ هذا مرتبط بعدد الإصابات اللي صارت عنا بكورونا على مستوى العالم. نحن الفيروس بشكل عام، أي فيروس أو أي جائحة بالعالم لحتى تنتهي يجب إنه يكون عندي أحد شغلتين، يا أما أنا لازم يكون عندي لقاح فعال وآمن وطبقه على شريحة كبيرة من الأشخاص لحتى أنهي هذا الوباء، أو بده يصير في عندي إصابة شريحة كبيرة من البشر على مستوى العالم كله. هي الشريحة تقارب 60-80%، وهذا الشيء لازلنا لحد اللحظة ما صار عندنا بكل العالم رغم الإصابات الكبيرة اللي 40-50 مليون بالعالم، لازلنا ما عم نحكي بمناعة مجتمعية، لازلنا ما عم نحكي بإصابة 60-70%، لازلنا ما عندنا ارقام بس بجوز نكون عم نقول عم نحكي. طيب دكتور خلينا نحكي عن اهميه اخذ لقاح الانفلونزا الموسميه، يعني بهالوقت هل انت بتنصح فيها ولا أكيد. لا هل هي الكبار ولا الصغار؟ هلا بهي السنه بالذات خلينا نحكي بصراحه، نحن دائما في عنا توصيه بشهر الخريف انه نحن ناخذ لقاح الانفلونزا بس لفئات معينه مو لكل الافراد، يعني نحن بننصح ياخذوه الصغار كثير اللي عمر تحت 5 سنوات، الكبار بعمر 55 وطالع، بعض الاشخاص اللي عندهم امراض مرافقة، يعني شخص عنده قصور قلب، عنده ربو، عنده مرض رئوي انسدادي نتيجة التدخين، مرضى عندهم قصور كلوي بيعملوا جلسات غسيل، مناعة جسمهم أضعف من الطبيعي، هؤلاء الأشخاص بننصحهم أن يأخذوا لقاح الإنفلونزا. هلا هي السنة بنوصيهم أكثر من السنوات الماضية، لأنه على الأقل نحن حتى ما نقول في ترافق أو حتى ما تختلط علينا الأمور، لأنه ممكن نحن بلحظة من اللحظات أنه تختلط علينا إصابة الكورونا بالإنفلونزا بشهر 11-12 وتنتشر الإنفلونزا الموسمية، بهذيك اللحظة نحن ما حنكون قادرين نميز. فإذا نحن هؤلاء الشريحة من الأشخاص كنا متأكدين أنهم أخذين لقاح الإنفلونزا فنحن تنحصر الأمور عنا قد تكون بعلاج الكورونا. هلأ الكورونا لا زال في احتمال كمان بتطور لقاح، في أبحاث جديدة واعدة، في وعودات بصراحة، في شيء جديد هلأ على هذا، يعني في مجموعة من اللقاحات 2 أو 3 لقاحات وصلوا لما تسمى الفيز 3، يعني هي المرحلة الثالثة بالدراسات اللي بتطبع على أعداد كبيرة،
احد اللقاحات توقف لفتره بسيطه وفي لقاح ثاني ماشي، بس تبدو على ما يبدو انه النتائج واعده من حيث انه هدول الاشخاص اللي عم ياخذوا اللقاح عم تتشكل عندهم الاجسام الضديه المطلوبه، يعني عم يصير عندهم مناعه. ورقم اثنين عم يكون اللقاح لحد الان امن ضمن الفتره اللي اندرس عليها، رغم انه طبعا اللقاحات بحاجه لفترات اطول لحتى نعرف اذا عملوا تاثيرات جانبيه على المدى القريب او المدى البعيد، بس على ما يبدو انه نحن ان شاء الله في ايجابي بخصوص اللقاحات، ان شاء الله نكون بالسيف سايد ويكونوا اللقاحات نوجدوا يعني. دكتور خلينا بنطاق اللقاح تبع الانفلونزا يلي دائما نحن بنحكي عنه، ولكن عم نشوف بالاونه الاخيره بتسال اي صيدلاني او اي حكيم بيقول لك ما في مفقود، ممكن أمن لك وحدة، فصار شيء تجاري يستغله العالم فيه ويستغله خوف العالم. خلينا نحكي نحن إذا عطينا لأولادنا نحن كيف فينا نحمي حالنا، ما هن الكبار أكثر عرضة لفيروس كورونا من الصغار. وتانيا خلينا نرجع نركز على الفيتامينز، على المعادن، على المغنيسيوم يلي نحن عم ناخدها بشكل عشوائي تخوفا من الإصابة. خلينا نحكي بهذا السياق. نحن فعلا معك حق بموضوع الفيتامينز، موضوع الدواعم الغذائية، نحن هدول هن عباره عن بيدعموا مناعه الجسم، فنحن ننصح اي شيء يدعم مناعه الجسم انه ناخده. هلا ما يصل لمرحله المبالغه انه نحن كل يوم نشتري علبه فيتامين وكذا نوع، ويعني نحن اي شخص بياكل تغذيه متوازنه خلينا نقول فيها الخضار فواكه يعني فهو بيحمل هي الفيتامين بما يتوفر طبعا بالبيت السوري، يعني ما بدنا كمان نضغط على العالم لانه كمان الفيتامينز كمان سعرهم عالي، فقد يكون احيانا انه واحد ياخذ هي المشتقات عن طريق الاكل قد يكون احسن. هلا الفيتامين دي بشكل عام قد يكون هو انخفاضه مضعف للمناعه، هلا مو كل شخص هو بحاجه انه ياخذ هذا الفيتامين دي. تمام. احيانا منعاير هي تحليل الدم هو الفيتامين دي، الاشخاص اللي عندهم منخفض ممكن نعالجهم ندعم لهم مناعتهم. هلا في عندنا امور ثانيه مثل الزنك الفيتامين سي ممكن ياخذهم الشخص المصاب، يعني اذا ظهرت عنده اعراض الاصابه، بس نحن ما في حاجه نرهق حالنا انه كل واحد خلال مثلا هالاربع خمس شهور لازم ياخذ هالمجموعه الكبيره من الزنك والفيتامين سي، فينا ياخذها اذا ظهرت عنده اعراض اصابه. هلا قديش هذا اللقاح اللي عم نحكي عنه لقاح الجريب او الانفلونزا قد يفيدنا؟ هذا بناء على توقع بصراحه، هن كل سنه بيتوقعوا اربع انماط من الفيروسات او ثلاثه وبيصنعوا اللقاح على هذا الاساس، هذا طبعا شيء عالمي انه منظمه الصحه العالميه بتشوف شو نحن متوقع ان مثلا خلال جائحه هذا الخريف انه يصير في عندنا فيروسات، فبيتوقعوا اربع انماط وبيصنعوا لقاح لهذه الانماط. هلا اذا اجى الواحد اصابته ضمن هي الاربع انماط اللي اللقاح مصمم منها فممكن يعمل له وقايه كثير عاليه، هلا اذا اجت خارجهم فهو عمليا ممكن ما يعمل له وقايه، وهذا السبب اللي بيخلي بعض الاشخاص ما يحبوا لقاح الانفلونزا لسبب انه بيقول انه انا اخذته السنه الماضيه وصار عندي جريب او صار عندي انفلونزا وما استفدت، هو ما بيجي خفيف هي ما انا هيك الفكره، فعلا ممكن يكون اجى اخف، ممكن صار عنده جريب مره واحده، بجوز لو ما اخذه كان يصير عنده ثلاث مرات، يعني نحن ما بنعرف كمان بالمقابل انه هو بس يعني كثير ضروري لقاح الانفلونزا للكبار وللصغار. نحن ننصح كل شخص قادر ياخده قدران يامنه بصراحه، ننصح انه ياخده، ما له اي يعني ما له مشاكل هامه، بس الاشخاص ما في له اعراض حراره قصص كذا مشاكل للاطفال ولا في وبيعمل فيدباك ثاني يوم او ثالث يوم. هلا ممكن بعض الاشخاص يعملوا ارتكاس مكان الحقن يعملوا شويه الم، ممكن يعملوا حراره خفيفه، بس يعني ما له الحمد لله اي تاثيرات كثير مزعجه، الحراره ممكن ياخذ باراسيتامول يوم او يومين، بس ما بيعمل جريب يعني هو عمليا، يعني هو ما يعني مو انه اذا واحد اخذه بصير عنده جريب، فنحن ننصح بس الاشخاص اللي بيرتكسوا من البيض عندهم حساسيه من البيض ننصح انه ما ياخذوه لانه مشان ما يعمل عندهم ارتكاس تحسسي. دكتور بما انه هلا قبل ما نختم خلينا هيك بس نوجه كم نصيحه، بما انه هلا جايين على فصل الشتاء البرد، كيف فينا نحمي جهازنا التنفسي جهازنا الصدري؟ اوكي رح نحط كمامه، ولكن ممكن يعني نعرف نصائح ثانيه انه نحن نحمي حالنا اكثر. هلا النصائح هي نفسها عمليا بتتعلق بكورونا وتتعلق بكل الفيروسات، نحن دائما ننصح بهالمرحله هي بصراحه بالتباعد قدر المستطاع، يعني انه يصير في عندنا تباعد اجتماعي حتى ضمن المنزل نفسه ضمن امكنه العمل. طبعا الكمامه على الرغم انه احيانا واحد ممكن تكون هلا اذا بدنا نحكي هي احسن شيء هلا مثبت لحد هذا الشيء بهذا المرض، هي اهم لقاح عم يقولوا، هي عمليا اهم شيء، اهم من شيء بما يصير اللقاح، والشيء المهم فيها بصراحه اللي حتى حكينا
انه هي ما بس انه ممكن تعمل انه واحد ما ينصاب بالمرض اذا لابس الكمامه، ممكن حتى اذا انصاب وهو لابس كمامه تجي اصابته اخف، وهي شغله مهمه. يعني احنا بين ما نكون الاصابه خفيفه تتعالج 4-5 ايام بالبيت، بين ما تكون اصابه شديده. الكشف المبكر اهميته دكتور برايك، ان الواحد سواء كورونا ولا الانفلونزا ولا اي شيء المرض يعني ببدايته، اهميه العلاج مبكر قديش بياثر عليه لبعدين على مستقبله حتى على صحته كمان، على الاثار الصحيه الخطيره ممكن تصيب الانسان المتعافي. هلا الكشف المبكر كثير مهم بكل الامراض، لانه احيانا نحن بيفيدوا له بيفيد الاشخاص اللي حواليه، لانه احنا اذا مجرد في عندنا كشف مبكر ان كان بالمدرسه ان كان بالجامعه ان كان بمكان العمل، هذا الشيء بخلينا انه خلينا نعمل عزل ضمن المنزل، وهذا الشيء رح يخفف حلقه الاصابه ضمن الدائره اللي موجوده حول هذا الشخص. فنحن في عندنا فائده كثير مهمه بالنسبه لعزل الشخص. هلا بالنسبه للشخص نفسه، اذا كان في عندنا اصابه ببدايتها بيعرف كيف العلاج وبيروح عند الدكتور ببدايتها وفي يعزل حاله عن الاشخاص. دكتور شكرا لنصائحك القيمه. تسلم، شكرا لك اكيد، وبنشوفك في حلقات قادمه. ان شاء الله. شكرا لكم، شكرا كثير دكتور حسام ضيفنا الدائم. شكرا كثير، واكيد لنا حلقات جايه لحتى نكفي حديثنا ونعطي توعيات للعالم اكثر، والله يبعد المرض عن الكل ان شاء الله. نتمنى الشفاء جميع. شكرا لكم.